حوازة، ولكن عنده تسجيلات كثيرة في النوبة. هنا نسمعوا نوبة الحسين تبدأ بمشالية، مشالية تاع الحسين تاع تلمسان. هذه المشالية اللي هي خاصة بتلمسان، حتى إذا كانت بكري كاينة في الجزائر العاصمة ولكن فقدها تراث العاصمي، تراث صنعاء، وما زالت متواجدة بتراث تلمسان. مشالية يلعبها فقط وحده بالعود. هذا التسجيل كله يرافق نفسه وحده بالعود. ثم مصدر حسين راقب بكاء المزني اللي هو يشبه كثير المصدر هذا كما يتأدى في الجزائر، على كل حال مثل يعني مقاطع أخرى يحتمهم في هذه النوبة. يكون متبوع بدرج حسين عجرت للناظرين ضبية، اللي هو في تلمسان يتخدم بطيحي. كاين بزاف حالات هكذا اللي مصدرات في الجزائر يتخدموا بطيحية في تلمسان ولا العكس. ثم يكون متبوع بدرج يبدر البدور دائما في طبع الحسين، ثم درج ثاني تلمساني هل للتلاقي من سبيل، ويكون متبوع بانصراف ان قربوا اللي هو اكثر مصنف في طبع العراق. وبما ان نوبه العراق اختفت يعني اندثرت منها الصنائع اللي تسمح لنا باش نديوها كامله، يعني ميازن تاع المصدر والدرج والبطايحي ما بقاولناش في طبع العراق، عندنا فقط بعض الانصرافات درجوهم في نوبه الحسين باش هكذا، لان الطبوع متقاربه. اذا النصرف اللي يؤديه رضوان بن صاري الله يرحمه هو ان قربوا ان باعدوا ان عاشروا الغير ان على ثم في الاخير نسمعوا الى خلاص وعشيه نقيم على واد فاس. اذا خليكم مع المرحوم رضوان بن صاري في نوبه من طبع الحسين.
Thank you.
I'm
Thank you.
Oh.
I'm
المرحوم رضوان بن ساري في تسجيل لنوبة الحسين. هذا التسجيل كما قلت هو تسجيل قام به في الدار البيضاء، تسجيل هاوي يعني ماشي محترف، ربما فقط بجهاز مانيتوفون مع أصدقاء وأحبابه والناس اللي كانوا يزوروه من مختلف أنحاء الجزائر والمغرب باش يشاوروه في بعض الأمور، وكذلك باش يسجلوه وياخذوا عليه الشغالات. حتى كنا نسمعوا في الناس اللي كانوا حاضرين وكانوا دايرين به في هذا التسجيل، عندما يعمل تزويقة ولا تزعبيلة بصوته كان تأثر فيهم ويقولوا الله، يعني كنا نسمعوا في كل هذيك الجو اللي كان محيط بشيخ رضوان بن ساري في أدائه لهذه النوبة تاع الحسين. يرافق نفسه فقط بآلة العود، سمعنا في البداية إلى مشالية كانت متبوعة بمصدر، راقب بكاء المزني اللي في أدائه يشبه كثير يعني العاصمي لهذه النوبة لهذا المصدر عفوا، ويعني هذا يبين لنا نوعا ما الاقتراب بين هذه المدرستين، مدرسة الجزائر العاصمة ومدرسة الغرناطي. كان متبوع بطيحي عجرت للناظرين ظبية ثم درج يا بدر البدور، اللي هو يتغنى كذلك سبايك ذهب أو قم دير الزجيج، يعني نصيبه يتغنى في نص شعري واحد آخر، هل التلاقي بن سبيل إن قربوا أهو في الأخير وعشيا نقيم على واد فاس. إذن البرنامج اللي قدمناه لكم من أداء المرحوم رضوان بن ساري. في البداية كنا سمعنا إلى مشالية حسين تلمسانية عزفها على آلة العود، كانت متبوعة بمصدر راقب بكاء المزني، اللي كما قلت لاحظنا فيه اختلافات طفيفة فقط بين أدائه بين مدرسة تلمسان والجزائر العاصمة. ثم كان متبوع بعجرت للناظرين ظبية، هاد يعني المقطوعة الرائعة اللي سمعناها لكم كذلك بصوت المرحوم صادق البجاوي في واحد التسجيل تاع سنة 1968 بمهرجان الموسيقى الأندلسية بقسنطينة، كان أسبوع الموسيقى الأندلسية بقسنطينة. اليوم سمعناها بصوت المرحوم رضوان بن ساري في تلمسان، تغنى كبطيحي ولكن اللحن ديالها والوزن ديالها ما يختلفش، طريقة الأداء ما تختلفش بين المدرستين. كانت متبوعة بيا بدر البدور، يا بدر البدور هذا نفس اللحن كذلك في تلمسان يغنى بنص شعري واحد آخر، قم دير الزجيج أو سبايك ذهب في أرض قفرة، إلى بدينا بنفس الطريقة ونفس اللحن كما يبدر البدور، يعني من الغصانات ماشي من المطلع. إن شاء الله يعني الناس اللي مختصين بهذه الموسيقى يكونوا راهم يفهموا الشيء اللي راني نقوله، لأن المخرج راهو مقابلني ما فهم والو، الله غالب. المقطوعة اللي تبعت يا بدر البدور هي الدرج هل تلاقي من سبيل، ولكن في هذا الدرج الشيخ رضوان بن ساري رحمه الله خدا يعني الحرية باش تدخل فيه ربع المقام، على بها ربما الناس اللي ما يعرفوش مليح هذه الموسيقى يكونوا حسوا هو نوعا ما شرقي، لأن الموسيقى الأندلسية وجميعنا نعلم هذا الشيء خاصة في المغرب وفي الجزائر خالية تماما من ربع المقام، ربما نصيبوه نوعا ما في بعض طبوع العراق مثلا في الحوازة، ولكن الموسيقى الأندلسية والنوبة خالية من ربع المقام، إلا أن رضوان بن ساري عمل ربع المقام في هذا الدرج هل تلاقي من سبيل. حتى سمعنا تسجيل لجوق تلمسان في واحد الأنطولوجية خرجت عندها واحد 3 سنين، عزفوا هاد غنى وعزفوا هاد الدرج بربع المقام كذلك، لأن المرجع ديالهم كان هاد التسجيل ديال المرحوم رضوان بن ساري. بعده سمعنا إلى نصراف، إن قربوا إن بعدوا إن عاشروا الغير آه على آه، نص كامل أداها رضوان بن ساري. في الجزائر نسمعوا عادة يغنيوا منه 3 غصان ومن بعد يمزجوه بانصراف واحد آخر، ما اهتزت غصون البان اللي هو جزء من نص شعري هو لو عانني الدهر في ضياء أجفاني، ومن بعد يكملوا 3 غصانات واحد آخرين تاع إن قربوا هنا في هذا السجل اللي سمعناه في الساعة الأولى تاع رضوان بن ساري، غنى النص كامل وما مزجوش مع انصراف واحد آخر. وفي النهاية سمعنا إلى خلاص وعاشية نقيم على واد فاس. لاحظنا ربما ولاحظوا مستمعين حزب أندلسيات بلي أثناء الغناء كي كان الشيخ رضوان بن ساري يغني في الانصراف وحتى في البداية تاع الخلاص رد باله بلي العود طحلو في التقعيدة، إذا ما بيد كان يغني ويضبط في العود ديالو ويقعد في العود ديالو، هذا شيء قليل من شيوخ المغنيين اللي يقدروا يعملون أن يلزمهم تركيز أثناء الغناء وتركيز واحد آخر.